بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل كريم مزيل للعرق، أفضل كريم طبيعي ممكن تستخدميه للتخلص نهائيا من رائحة العرق الكريهة، وهتفضل معاكي مدة طويلة، كمان ممكن تفضل لمدة 3 أيام متواصلة. كمان هيكون مفتح ومرطب وهيخلصك من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، خاصة في منطقة تحت الإبطين، وكمان تقدري تستخدميه لمنطقة بين الفخذين، بيكون مبيض هايل. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. هحتاج للكريم المرطب، وأنا هنا هستخدم كريم جلايسوليد. وكريم جلايسوليد من أروع الكريمات المفيدة جدا للبشرة، لأنه بيكون غني بالجليسرين اللي بيرطب البشرة بشكل مضاعف، وفي نفس الوقت بيفتح البشرة، لأن الجليسرين بيقضي تماما على البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية حتى لو بقالها فترة طويلة جدا. يبقى انا كده هستخدم كريم جلايسوليد، هيكون كريم مرطب ومفتح في نفس الوقت. عمل الوصفه هحتاج لمقدار معلقه من الكريم. هجيب بقى كده طبق وابتدي باضافه المكون الاول، وهو مقدار معلقه كده من كريم جلايسوليد. هحتاج لمعلقه من نشا الذره، ونشا الذره بيفتح البشره جدا وبيعمل على شد البشره وغلق المسام. هضيف بقى كده المكون الثاني، هو مقدار معلقه صغيره كده من نشا الذره. هحتاج للشبه، وده بيكون شكلها. الشابة دي بنجيبها من عند العطار، ممكن تجيبيها احجار سليمة وتطحنيها في البيت، او ممكن تجيبيها ناعمة بالشكل ده، برضو بتكون جاهزة عند العطار. الشابة بتكون مكون طبيعي امن جدا في الاستخدام وملوش اي اضرار، وبتكون نتائجها مذهلة في التخلص نهائيا من ريحة العرق الكريهة، كمان بتقلل جدا من كمية العرق، وكمان هي بتفتح البشرة بشكل مذهل. هجيب بقى كده طبق وابتدي باضافة معلقة صغيرة كده من بودرة الشابة المطحونة. هضيف بقى على بودرة الشابة المطحونة مقدار 3 معالق كبيرة من ماء الورد، ولو مش متوفر بقى عندك ماء الورد او بشرتك بتتحسس منه، هتستبدليه بثلاث معالق من الماء المقطره او الماء المغليه والمبرده، يعني بتغلي الميه وتسيبيها لغايه ما تبرد، بس طبعا ماء الورد هيكون مفيد اكتر. هضيف بقى كده 3 معالق ماء الورد على الشابه المطحونه. بسم الله. وهبتدي بقى ادوب كده بودره الشابه في ماء الورد لغايه ما تدوب تماما، لغايه ما تلاحظي بقى ان كل حبيبات الشابه دابت كويس جدا، والطريقه دي بتكون هايله في التخلص تماما من اي ملمس لحبيبات الشابه في مزيل العرق. يعني لو بتلاحظي كده اي حبيبات بعد ما بتستخدمي مزيل العرق، الوصفه دي هتخلصك منها تماما. هدوبها بقى كويس. دوبت بقى كده الشابه كويس جدا في ماء الورد. بعد كده بقى هضيف المحلول اللي انا دوبته ده على كريم جلايسوليد والنشا اللي انا جهزته في الاول، يعني هضيف بقى كل المكونات كده مع بعض. هضيف بقى كده محلول الشابه وماء الورد، هضيف الكميه كلها. بسم الله. هحتاج لزيت الليمون، وزيت الليمون ده انا عملته قبل كده في القناه بطريقه ناجحه جدا، هسيب لكم لينك الوصفه في صندوق الوصف، عملته على البارد هيكون محتفظ بكل فوائده. ضفت بقى كده مقدار معلقه صغيره من زيت الليمون على باقي المكونات، وزيت الليمون هيكون من اروع الزيوت اللي ممكن تستخدميها في وصفات مزيل العرق، لانه بيكون مضاد للبكتيريا، فهيكون مطهر ومعقم وهيخلصك من اي روائح غير مستحبه، وكمان هيكون مفتح هايل للبشره. بعد بقى ما ضفت كده خلاص كل المكونات مع بعض، هبتدي بقى بخلط المكونات دي لغايه ما تتجانس ويبقى قوامها كريمي وهش. في الاول طبعا هي بتبقى سايله كده، بس لما تخلطيها بقى كويس قوامها هيبقى كريمي وناعم، وكمان هتتضاعف في الحجم. كريم جلاسوليت بيكون متماسك في الاول كده، بس لما تخلطيه بعد كده هيدوب تماما. يفضل بقى في المرحله دي ان انت تستخدمي المضرب اليدوي عشان يسهل خلط المكونات دي بسرعه جدا. هخلطها بقى كويس وهوريكم شكلها. خلطت بقى المكونات كويس جدا لمده كافيه بالمضرب اليدوي، ده هيكون افضل حاجه للاستخدام. شايفين خلى قوامها كريمي وناعم ازاي؟ لو كان قوامها بقى سائل معاكي شويه، ممكن تضيفي كمان نص معلقه من كريم جلايسوليد وتخلطيها لغايه ما بتحصلي على القوام الكريمي الناعم ده، ده بيكون عادي جدا. ولو مش عارفه بقى انك تظبطي القوام، يفضل ان انت ما تضيفيش المحلول مره واحده، محلول الشابه وماء الورد، هتضيفي معلقه بمعلقه على باقي المكونات وتخلطي لغايه ما بتحصلي على القوام الكريمي الناعم ده. الطريقه دي هتظبط معاكي القوام ومش هتحتاجي انك تضيفي اي مكونات تانية. عايزه اوريكم بس قوام الكريم، شايفين ناعم جدا وكريمي، واهم حاجه بقى مش بيكون فيه اي اثر لحبيبات الشابه، يعني لما تيجي تستخدمي الكريم ده على البشره هيكون ناعم جدا ويكون سهل الامتصاص، ومش هيبقى فيه اي اثر لحبيبات الشابه على البشره. وبكده هنكون اتخلصنا من مشكله حبيبات الشابه اللي ممكن تضايقنا بعد وضع اي وصفه يكون فيها الشابه. بجيب بقى علبه نظيفه، انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، وبضيف بقى فيها كريم مزيل العرق. بقفل بقى عليه العلبه واحتفظ بيه عندي خارج الثلاجه، هيكون صالح للاستخدام لغايه ما تخلص الكميه كلها. الكريم ده بتكون مده صلاحيته طبعا لمده صلاحيه المكونات المستخدمه في عمله، كل ما كانت المكونات جديدة وصلاحيتها طويلة، كل ما هتكون برضو مدة صلاحية الكريم ده طويلة جدا، فبالتالي الكريم ده هيكون تجاري، فهيكون فكرة مشروع مربح جدا من البيت.
بس زي ما قلت لازم تراعي مدة صلاحية المكونات المستخدمة في عمله. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. افضل وقت لاستخدام كريم مزيل العرق عشان تاخدي منه افضل نتيجة ان لازم تستخدميه على بشرة تكون نظيفة، فهيكون افضل وقت لاستخدام هو بعد ما تاخدي الشاور بتاعك او بعد الاستحمام مباشرة. بعد بقى الاستحمام هتجففي بشرتك وتبتدي بقى تستخدمي كريم مزيل العرق ده في اماكن التعرق زي مثلا تحت الابطين او تحت الثديين او بين الفخذين او اي منطقة يكون فيها عرق، يعني هتستخدمي بقى فيها الكريم ده. وتقدري بقى تستخدمي الكريم ده كمان لترطيب وتبييض اي منطقة تكون داكنة في الجسم زي منطقة الاكواع والركب، او حتى تقدري تستخدميه لتفتيح المنطقة الحساسة. هيكون مضاد للبكتيريا، هيخلصك من الروائح الغير مستحبة، وكمان هيخلصك من ريحة العرق الكريهة اللي بتبقى موجودة بين الفخذين، وهيكون مفتح هايل كمان للمنطقة دي. هتدلكي بقى الكريم ده بحركات خفيفة جدا بأطراف أصابع إيديكي لغاية ما بشرتك بتمتصه تماما، والكريم ده بيكون ناعم جدا وبيكون سهل الامتصاص فبشرتك هتمتصه بسرعة. وكمان من أهم مميزات الكريم ده بقى إن احنا دوبنا بودرة الشابة في الأول، فمش هتلاحظي بقى أي حبيبات تبقى موجودة على بشرتك بعد استخدام أي وصفة يكون موجود فيها الشابة، فالكريم هيكون ناعم جدا ومش هيبقى ليه أي أثر على البشرة. هتداومي بقى على استخدام الكريم ده بنفس الطريقة دي على البشرة في كل مرة هتيجي تاخدي فيها الشاور بتاعك، يعني كل مرة هتاخدي الشاور هتجففي بشرتك وتستخدمي بقى كريم مزيل العرق ده. ولو مش حابة بقى تستخدميه على طول ممكن تستخدميه مرة واحدة بس كل 3 أيام، لأن مفعوله بيدوم لمدة 3 أيام، هتستخدميه مرة واحدة بس كل 3 أيام. مع المداومة بقى والانتظام على استخدام كريم مزيل العرق ومن الاستخدام الأول بإذن الله هتلاحظي التخلص نهائيا من أي روائح غير مستحبة للعرق. الكريم ده بيكون مذهل في التخلص نهائيا من أي روائح غير مستحبة للعرق على البشرة. مش بس كده، هو كمان بيكون مفتح هايل، فبيعمل على تفتيح البشرة وتبييضها وتوحيد لونها، وبيدعم على الأماكن الداكنة والبقع الداكنة والتصبغات الجلدية مع مداومة استخدامه. الكريم ده كمان بيكون مضاد للبكتيريا، فبيكون مطهر للمسام وبيخلصك من الحبوب والبثور الموجودة في أي منطقة في الجسم، لأنه بيكون مطهر هايل للبشرة. وفوق بقى كل المميزات دي هو كمان بيكون معطر للبشرة، فهتحصلي بقى على ترطيب وتبييض وتنعيم، وهيخلصك من الروائح الغير مستحبة وهيكون مضاد للبكتيريا، يعني وصفة هتكون من أروع ما يكون. وملحوظة برضو مهمة جدا حابة ان انا اكد عليها، ان لو بشرتك حساسة ما ينفعش تستخدمي زيت الليمون، ممكن تستخدمي زيت شجرة الشاي او زيت اللافندر. وكمان ما ينفعش تستخدمي الوصفة دي على بشرة الوجه لانها بتحتوي على الشابة، ما ينفعش خالص نهائيا ان احنا نستخدمها على بشرة الوجه. اتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.